هلا بشيك كيف شو اخبارك؟ طولنا بعمرك كيف امورك؟ خلنا نقعد هون حبيب قلبي. تاخرت علينا بزيارتك الحلوه. عم بطلع على التيك توك تاعك وعم اتفرج عليك كيف عم بتظبط الدجاج وعم تعمل الشغلات الحلوه هاي والخلطات السريه والخلطات اللي مخبيها. هلا هذا اسمع، هلا انت جيت انضميت لمدرسه الهبش والنبش ولا لا؟ لا اليوم ضمن بالها ان شاء الله. اليوم ان شاء الله السيد تيمور بيكون يعني عضو اساسي بمدرسه الهبش والنبش. اذا في شيء يميزك في مدينه ابو ظبي بطبخات منطقات بتعملها ايش هي؟ نحن شوف المنيو عندي كله قوي. بس تعرف انت ممكن تروح على مطعم يكون عنده 20 30 اكله، اي مطعم يعجبوك اكله ولا اكلتين خلص كحد اقصى انت شو ما كنت. ايه هذا اللي انت بيعجبك. انت واضح عليك بتحب اللحم للامانه. إيه؟ الدجاج صدفه وما كان بدي انزله بمنيو المطعم. اوكي. واكتشفه واحد صاحبي يعني ما بياكل لحم. كنا سهرانين عنده قال لي شيف انا ما باكل لحم. قلت له بتاكل دجاج؟ قال لي ايه. أوكي. كنا سهرانين عم نعمل باربيكيو سهرانين وجهزت فعلا جبت دجاج جهزته بالخلطه. هي خلطتي انا يعني. من ايام حلب نحن بنطبل بنفس الطريقه صون عملت له اضافات. الله يرزقنا نروح على سوريا. تسلم يا رب ان شاء الله بلدك. فجينا يا معلم عملت الدجاج، الرجال هو بالعاده بياكل له قطعه قطعتين، فتفاجأت اخذ اول قطعتين رجع قال اعطيني قطعتين رجع اكل انبسط اندهش فيه. هو بيعرفني عم باسس مطعم انا. فحكى لي هي الاكله عندك في المطعم؟ قلت له لا. قال لي انت مجنون ولا صاير لك شيء براسك؟ قال لي ما اكلت مثل الدجاج هذا. قلت له يعني انزله بالمنيو؟ قلت له انزله بالمنيو. قال لي نزله وفعلا اخذ تقييم 100% من كل الناس. ما رب. في حدا لا بدي احكي لك شغله وين قوه الدجاج هذا. حتى انا مسميه عراب الدواجن وعدت فتره صرنا نقول علينا مرود لاني اكيل اللحم قلب على الدجاج. هي شفار قدامكم وهلا بده يورجينا كيف بده يعمل طريقته الخاصه بالدجاج الصدور على الجريل مع فخذ الدجاج كمان. مع فخذ الدجاج. حبيبي يا حبيبي. ما هي الخير كله مش الفخذ. والله انت الخير يا شيف حبيبي طول بعمرك. خليكم معي بشيف مان ابو ظبي نورجيكم خلطه دجاج من عند تحت ايدين الشيف طاهر. وهيك يا جماعه الخير دخلنا على المطبخ عند الشيف طاهر بورجيني هلا كيف دائما خلطه الدجاج السريه تاعته ونقول بسم الله. تفضل شيف. بسم الله. هلا شوف نحن اول شيء عندي انا فخذ الدجاج العلوي اوكي او السفلي بشتغل على اثنين. بس هذا انا بحبه اكثر لاني فيه الدهن. دهن اكثر شحم. حلو معروف الدهن. شوف مرحلة التسحيب مرحلة أوكي. جدا حساسة أنا بتكون عندي يعني لازم حتى العروق الداخلية تنسحب عنا. حلو. هذا هو الستيك اللي بدي اياه. خليها هيك على الكاميرا عشان الناس تشوف كيف أنت بتسحب الدجاج. هلا هي المرحلة الأولى من التنظيف. شوف المرحلة الثانية بدنا نجي هلا حتى شايف هاي العروق الصغيرة. شوف هذا العرق هذا عرق الدم لازم كمان نسحبه. يعني اشتغل أنا بالنظافة هاي. انت ما بتجيب يعني الدجاج لا 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 انت بتسحبه بايدك من محل هون بنشتغله هون. اوكي شايف على المضمون 100% على المضمون. بعدين دجاج فريش محلي هذا دجاج مزارع لا عندي مجمد ولا عندي مبرد. ممتاز ممتاز. شوف الدجاج هذا الشكل النهائي تبعه بيكون اوكي بهالنظافه. اذا تكون لحم صافي لا ممنوع يكون فيها عظم عصب اي شيء ممنوع. يلا هي المرحله الاولى قبل التنظيف. طيب خلصنا القطع كاملة هلا بنيجي ل ليش غالي التتبيل. هلا نروح على الخلطة التتبيلة. هلا الخلطة شوف انا عندي عندي ملح صخري حلو عندي سبع بهارات حلو عندي زيت زيتون ايوه عندي نعنع مع زعتر ميكس اوكي عندي كركم اوكي وعندي فلفل احمر بودر. ماشي نبلش اول شيء زيت زيتون. الله عليك شوية زيت زيتون ايوه. هلا الدجاج شوف طيبته بزيت الزيتون اذا اصلا تحط عليه زيت قلي ما راح يزبط معك. شاورما هو شاورما هي الخلطة. هلا شوف اقل شيء تضل ساعة ونص ساعتين حلو نرجع نستخدمها مرة ثانية تمام. طبعا انت مجهز لي على جنب صح؟ اكيد مجهزين نحن حاطين في البراد. حلو شوف بعدين ملح صخري فلفل احمر كركم كركم حاولوا تكتروا كركم سبع بهارات كمان شوية كركم معلش يلا روح سبع بهارات كمان كل ما بهاراته يعني الدجاج طيبته ببهاراته ايوه. هذا الزعتر مع النعناع بدنا نحط زعتر 20% ونعناع 80% برضه بصير. هاي
شوف هيك بتتبل معنا الدجاج لانه من جهتين. تقول لي بتزيد عليهم كمان مره نفس الشيء. ايه ايه مشان ضلني رايح جاي. هلا هاي تتركها ساعة ساعة ونص بالثلاجة؟ هاي ساعة ونص بالثلاجة، الحين بدنا نغلفها بلاستيك. ايوه تدخل الثلاجة ساعة ونص لساعتين. حلو. ما تطول أكثر من هيك، تنزع الدجاج بعدين. يا سلام عليك. وهيك يا جماعة الخير زي ما أنتم شايفين، بعد ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين الدجاج بكون شرب كل النكهة وشرب كل الحب. ده أخليك تحكي مع حالك الدجاج هذا. ما أنا جاي أحكي مع حالي أصلاً. أو احكي معي، آسف احكي معي. أنا بحكي معك يا سيدي، ما في مشكلة. هلا اجت اللحظه الحاسمه اللي نجرب فيها الدجاج من تحت ايدين الشفطه. هو شخصيه يعني اذا بتشوفوه بتتابعوه هو نمرود يا عمي، تعبان يعني. انا هذا حكي مش قليل الشيف. هو بلش هلا ايش هذا، لو تروح لو تبرك تحت برج ايفل ما بتاكل الدجاج هذا. هذا اسمعني، التقييم تبعه مش بالعشرة وبالعشرين يا زلمه، بشرح الكمامه شغل بالمليون يا زلمه، نجربه يا زلمه. تعال شغل الجريل، يلا شيف يلا. ها هي الجريل لازم. ايوه رقص لي اياها يا كبير، رقصها. أيوة. روح نحن المعلم تيمور يعني بيمون على القصص هي، لانه اصلا شخص ذوي. الله يسعدك يعني، شخص بحب الاكل وهو شاف الحلقه على التيك توك جاي بده اياها يعني. فانا هذا بسطني الشيء. انا هلا بطلت ابالغ عن جد، راح اشرح الكمام لانه الريحه تبعت الخلطه والزعتر، اذا في مجال ناخذ المنظر عن قريب هيك عم بطلع مش اشي طبيعي. الخبز اذا مص صارت تلمع كانك يا ابو غيد ما غزيت. صح. هيك يا جماعه بنعمل احنا اول طبقه، بعدين بنجيب الدجاج، اصابع ولعوا يا حبيبي يا زلمه يا زلمه، ابداع. بعدين بنعمل فيها زي هيك، نقول بسم الله. احنا بسم الله ونتوكل يا صاحبي، لانه بتستاهل لقمتك، بتستاهل حتى وحرق لساننا. صحتين. وهنا طيب يا جماعه الخير، انا موجود بشارع المرور بابو ظبي، اي وقت تعالوا عند الشيف طاهر، جربوا هاي الاكل الشهيه اللي بتجنن، قصه رائعه. سحب دجاج بطبخ بمحله، شيف موجود واقف على شغله، واقف على رزقته. شيف كل الحب لك. انا والله تشرفت فيك حبيب قلبي، والله انت من الاشخاص اللي بتقيم تاكل اكل، بتعطي علامات ولي الاكل. ولا اعطيت علامه ولا شيء معلم، الاكل ما بده اي علامه لانه هي مبين واضح. لازم تيجوا تزوروا الشيف طاهر، ولازم تيجوا تجربوا الدجاج على الفحم مش على طريقتي، لانه هو ما بيعمل عمليها اليوم خاصه لإلي. بدنا نعمل لك اكلات ثانيه. هلا هي اسمعني، هي جره اجر. هي هلا بس نخلص على الكمره يعني، بس نخلص على الكمره. خلينا نخلص حلقه بس، خلينا نخلص حلقه يا زلمه، خلينا نخلص حلقه. دائما بحب احكي بنهايه كل حلقه الحمد لله على نعمه الاكل، والله يطعم كل محتاج.